طب انا هقول على حاجه، لان احنا كنا عبد الرحمن جبرين يا حاج عبد الرحمن يا فندم، عايز تقول لي حاجه تاني؟ الله يبارك. انا اطول، يبقى انا هاجي لكم ان شاء الله باي. بس انتم هتبذلوا جهد كبير، والدوله معاكم، والدوله معاكم ان شاء الله، والحاج بلال واللي زيه. الله يبارك الله فندم. والحاج بلال وايه؟ الله يبارك لك. مش بيقول ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني؟ فمن احياها ايه؟ فكانما احيا، مش كده؟ ايوه. طيب فاحنا كلنا مع بعض نعمل ده بإذن مش الله. بس لسيوة يعني بإذن الله يا فندم، لكل مصر. ربي بالنسبة ل... حاضر. نعم شكرا. طب انا، طب خليني اتكلم معاك. اتفضل. احنا في خطة موجودة معمولة لصالح توفير المية للمناطق الساحلية، للمناطق ايه؟ الساحلية. طب ممكن تقول لي طب والمناطق اللي جوه؟ المناطق اللي جوه لو فيها ابار احنا نساهم ونساعد في ان احنا نعمل الابار اللي تحقق لكم ان انتوا تتحصلوا على مية كويسة. لكن البرنامج اللي الدولة عاملاه، وانا بقول لكم كده، المحطه اللي موجوده النهارده 150 الف متر مكعب، مش كده يا دكتور مصطفى؟ دي في مدينه العالمين، وفي برنامج لمحطات اخرى عشان توفر الميه للمدن الساحليه. في مشكله في مطروح، في مطروح ميه شرب؟ لا، لان احنا عملنا محطات ميه تكفي محافظة مطروح أو مدينة مطروح والتطورات اللي بتتم فيها. خلي بالكم، أنا لسه كنت بتكلم مع المحافظ دلوقتي وبقول له إن إحنا مش قادرين نقدم خدمات للناس، بس خلي بالكم جزء من الموضوع إن إحنا مش كتل جنب بعضها. إحنا مش كتل جنب بعضها. أقدر أعمل برنامج في سيوة لأنها مدينة أو واحة على بعضها، أقدر أعمل حاجة في العالمين، أقدر أعمل في رأس الحكمة، أقدر أعمل في مطروح، أقدر أعمل في السلوم. لكن النجوع الصغيرة قوي هتبقى، إن كان في مية موجودة، مش مية مطر أنا بكلم، مية أبار نقدر نعمل. لكن لو مفيش، لو عملت محطة على البحر، محطة التحلية بتتعمل على البحر لأنها بتاخد مية البحر وتعمل لها تحلية وتبقى توصلها. صعب جدا ان انا اوزع على نطاق اكبر محافظه في مصر، اكبر محافظه في مصر الوادي الجديد ومطروح، دي اكبر محافظه. وبالتالي ما اقدرش، وانا بكلمكم بمنتهى الصراحه، ان احنا نعمل ميه مستقره مظبوط الا اذا كان في تكتلات سكانيه مظبوطه. تكتلات يعني ايه؟ يعني حي فيه مثلا 10,000، ونقدر نعمل ده. حتى لو جينا البير ده هيبقى ينزل اعماق كبيره، بس يبقى فيه ميه شرب او ميه صالحه لكم، نقدر نعمل ده. احنا مش ساكتين. وبقول تاني، وانا من 7 سنين كان مطروح فيها مشكله مي، اذا كان حد فاكر، كان فيها مشكله مي. اتعملت محطة وعملنا لها امتداد توسعة، مش كده دكتور مصطفى؟ عشان نوفر مية شرب كاملة لمطروح. فاحنا البرنامج اللي الدولة عاملاه مش بس البحر المتوسط، لا، مش المدن الساحلية اللي على البحر المتوسط، لا، المدن الساحلية على البحر المتوسط والمدن الساحلية اللي موجودة على البحر الأحمر. البرنامج اللي معمول هو برنامج ان احنا نعمل محطات لتحلية المياه، مياه البحر، ودي اللي توصلها لأهلينا في المدن دي. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، المطالب كتير لأن إحنا متأخرين كتير. ويمكن لما بقول إن إحنا بنشتغل على كامل الدولة، قصدت بيها إن إحنا محتاجين نعمل كتير كتير قوي. مش طريق بس ومش مدرسة بس، ده طريق ومدرسة ومزرعة وقطر وحاجات تانية كتير قوي. عشان احنا بنتكلم
في ما شاء الله 105 مليون، ولو ما اشتغلناش بالهمة في كل حتة وعلى طول. وانا يمكن لما قال ان احنا اثناء كورونا كنا شغالين، ايوه اثناء كورونا كنا شغالين. طب ودلوقتي احنا شغالين؟ ايوه شغالين، هنفضل شغالين كده. وبقول لكم التحدي الاقتصادي اللي هو انا شايفه ده، يعني الحكومة واحنا وانتم، مش احنا وانتم يعني، واحنا كلنا هنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه، وتبقى يبقى تاريخ، يبقى تاريخ برضو زي ما قلنا الإرهاب، وزي ما قلنا حاجات أخرى كتير بقت تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو الظرف الاقتصادي الصعب ده هيبقى تاريخ إن شاء الله. فضل. فخامة الرئيس، عرف نفسي، أنا جبريل حداد من مدينة الضبعة. أولا أحمل معي تحية لسيادتك وبرقية تهنئة وتأييد لفخامتك من كل أهالي مدينة الضبعة وكل أهالي محافظة مرسى مطروح. نحن يا فندم في محافظة مطروح لمسنا على أرض الواقع معدل تنمية لم يسبق له مثيل في أي مكان الحقيقة. يعني لما نشوف مدينة العالمين الجديدة، نشوف التوسعة اللي حصلت في الطريق الدولي ما بين اسكندرية ومطروح، ما بين من خاصة من مدينة العالمين لغاية مطروح دلوقتي حاليا، شيء طبعا نفخر به كلنا وشيء جيد جدا. يا جبريل، يا جبريل اتفضل يا فندم. الطريق ده رايح يوصل للسلوم ان شاء الله يا فندم. الطريق ده اللي هو اللي راح مطروح ده ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله طبعا. انا بتكلم على التخطيط، لكن كل حاجه بمشيئه ربنا. لكن انا عايز اقول لك حتى ده مش لغايه مطروح بس، دي مراحل. مشينا الاول عملنا من اسكندريه لغايه مارينا ولا لغايه العالمين، وبعدين كملنا من العالمين لغايه الضبعه، وبعدين اشتغلنا من الضبعه لغايه مطروح، وبعد كده من مطروح هنكمل لغايه جرجوب، ومن جرجوب لغايه السلوم. احنا يا فندم عندنا في مدينه الضبعه دلوقتي انطلاقه في جميع الاتجاهات. اولا مطار العالمين اصبح يعني حاجه نفخر بها جميعا، وحاجه يتحدث بها العالم كله. وشفنا طبعا لما كنت سيادتك بتستقبل الساده الوزراء والامراء اللي بيجوا، حاجه على ارض الواقع تشرف الحقيقه. والحته اللي كانت صحراء بقت عمران جامد جدا. الحاجه الثانيه عندنا المحطه النوويه دلوقتي عملت حركه رواج في مدينه الضبعه غير عادي، يعني بسم الله ما شاء الله حركه السوق دلوقتي في الضبعه، البيع والشراء الحقيقه حاجه واقعيه احنا بنلمسها كلنا. ايضا عندنا انطلاقه في نهضه عمرانيه جامده جدا على خط الساحل. ولكن في مقترح يا فندم لو امكن، يعني تسمح لي حضرتك اقول المقترح دوت، ان طبعا بعد ما اتعملت المخططات التفصيليه للتخطيط العمراني على مدى خط الساحل كله، وطبعا معالي دوله رئيس مجلس الوزراء طبعا استاذ كبير في هذا المجال، دخلت بعض القرى والنجوع والتجمعات السكنيه في داخل المخطط التفصيلي، وتحولت مع الوقت هتتحول كلها الى منتجعات عمرانيه. طبعا احنا يا فندم لا نعترض على هذا، يعني احنا بنأيد ده ومع سيادتك ومع الدوله في هذا المجال، واحنا مستعدين بنضحي باي حاجه. وعايز اقول ملحوظه بس قبل ما اكمل الفكره، ان احنا في تعويضاتنا في المحطه النوويه يا فندم، لما صدر القرار سنه 81 اتعملت التعويضات في 81 وصرفت في 97، فكان في ظلم وقع على المواطن فعلا. ما استردناش حق اهالي الضبعه الا لما سيادتك جيت وقررت اعاده تعويض اهالي الضبعه من جديد، وتم التعويض بالفعل، والناس خدت حقها مظبوط، والناس مبسوطه جدا من هذا الكلام وبيشكروا سعادتك على هذا الجهد. اعود للفكره اللي انا عايز اقولها يا فندم، طبعا لما دخلنا في المخططات التفصيليه واصبح هتحول المناطق ديت لتخطيط عمراني، احنا بنأيد ده لا ننكره، واحنا مستعدين في اي وقت نقدم الارض ونقول لك يا فندم اتفضل اشتغل. بس في مقترح، طبعا لما دخلت يا فندم سياده التخطيط، المناطق دي كان فيها ناس حرفتهم الزراعه، حرفتهم الزراعه والرعي، خدت بالك، وموجود على ارض الواقع هذا الكلام. فانا بقترح لو يتم تخصيص جزء على الترعه بتاعت المسافه اللي من سيدي عبد الرحمن للضبعه، يتم تخصيص مساحه بحيث المواطن اللي تتاخد ارضه هنا يتم تعويضه، ويتم دفع ثمن الارض، يعني ندي له ارض زراعيه على الترعه بس ندفعه ثمنها مش مجانا يعني، خدت بالك. وهنوصل لفكره ثانيه برضه سيادتك كنت تتكلم فيها دلوقتي، ان هنعمل تكتلات سكانيه نقدر نقدم لها الخدمات، تبقى بسهوله نقدم لها الخدمات. فلو امكن في ده يا فندم، هذه المسافه من سيدي عبد الرحمن لغايه الضبعه الترعه موجوده بتفريعاتها بكل حاجه، وبعيد جدا عن المخطط
الساحلي عشان نعمل تنمية سياحية. لو أمكن هذا الكلام يا فندم هيبقى إحنا شاكرين لسعادتك، ويبقى عملنا يعني معلش زي ما بقول لك كده ضربنا أكتر من عصفور بحجر واحد. أول حاجة سهلنا مهمة الدولة في إقامة المشروعات. الحاجة الثانية إن أنا عملت استقرار للمواطن اللي أنا نقلته من على الساحل وديته على الزراعة. الحاجة الثالثة إن أنا برضو عملت دخل للدولة من ثمن الأرض الصحراوية هبيعها للمواطن. الحاجة الرابعة والأهم بقى إن أنا عملت برضو ناتج قومي في زراعة على هذا المكان. ده شيء طبعاً يا فندم لو تم لو أمكن ذلك إحنا بنشكر حضرتك عليه ومشكرين جداً على تحت الفرصة يا فندم. أنا بشكر حضرتك. شكراً يا جبريل، بس خليني اديني فرصة لو سمحت، اديني فرصة. تفضل يا جبريل اقعد استريح. شكرين يا فندم. أولاً إحنا كان في مبدأ يا جبريل إن إحنا ما بيش حد يتظلم ويتأذي من أي إجراء الدولة بتعمله. ده مبدأ عام إحنا بنعمله لأن أنت في الآخر ابن مصر. فكان الكلام دايماً إن إحنا لو في حركة هتمس المواطن أو أسرته أو التجمع ده المحدود في المكان دوت يبقى لازم تتعوض الأرض والبيت والزرع. صح كده؟ صح كده. وده مبدأ عام. طيب أنا بقول استنى بس عليا، اصبروا عليا. أنتوا بتتكلموا في التنمية بتقول لي إيه؟ لما اتعملت المحطة البيع والشراء مشي كويس. طب ولما السياحة اشتغلت الدنيا ما مشيتش كويس؟ مشيت كويس. إذن النهاردة أنت مش بس على قد التنمية، أو آسف يعني التعويض اللي حدهولك، التعويض ده جزء من الموضوع، لكن أنت جاي لك في شكل تاني من الحياة جاي. هو أنت هتحس بيه إمتى؟ هو أنت حسيت بموضوع العالمين وتأثيرها إمتى؟ حسيت بموضوع الضبعة إمتى؟ لسه الضبعة ما خلصتش. تخيل الضبعة لما تخلص خالص إن شاء الله ونفتتح أول جزء فيها. هو النهاردة مش المكان ده في ناس بتشتغل فيه وإحنا عاملين مدرسة وأبنائكم بتخش فيها عشان يبقوا جزء من الموضوع؟ إذن كل مشروع بيتعمل هيبقى ليه انعكاس على أهالينا هنا. المينا اللي بتكلم عليه هيبقى ليه انعكاس على أهالينا في المنطقة الملاصقة للمينا، لأن هيتعمل مشروعات للهيدروجين الأخضر، مشروعات مواني. ففي كل حاجة بتتعمل لها تأثير إيجابي علينا. يمكن يكون بطيء عليك ما تشوفوش بسرعة. لما تيجي تقول للقطر إمتى القطر ده والقطر لما يجي أنا هشوف إيه؟ المنفذ اللي إحنا قاعدين فيه ده أو اللي كنا بنفتتحه ده بقى لنا 4 سنين شغالين فيه. ده عشان إيه؟ عشان يخلي القدرة بتاعت مصر والشكل الحضاري للدولة المصرية مع أشقائها في ليبيا يليق بالدولة المصرية.